السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد مع حسن عيد. بكرة مباراة مهمة وقوية جدا 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 في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية بين منتخب مصر ومنتخب الكاميرون. وبصراحة يا جماعة في البطولة دي احنا اتعشمنا فيها أوي 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 بعد أداء المنتخب الرجولي في المباراتين اللي فاتوا. توقعاتي أنا الشخصية إن شاء الله منتخب مصر يفوز على منتخب الكاميرون 2-1. يا ريت أنتوا كمان تكتبوا لنا في التعليقات توقعاتكم للمباراة دي وإن شاء الله تخلص كام كام. يا ريت تكتبوا لنا في التعليقات، منتظر تعليقاتكم ان شاء الله. بالنسبه بقى لتاريخ المواجهات اللي هنتكلم عنها شويه يا جماعه، تاريخ المواجهات بين منتخب مصر ومنتخب الكاميرون. منتخب مصر لعب منتخب الكاميرون 27 مباراه، منتخب مصر فاز في 15 مباراه، منتخب الكاميرون فاز في 6 مباريات وتعادلوا في 6 مباريات هما كمان. واخر لقاء جمع بين منتخب مصر ومنتخب الكاميرون كان في نهائي كاس الامم الافريقيه 2017 بالجابون، واللي انتهى بنتيجه 2-1 لمنتخب الكاميرون. ده كان تاريخ مواجهات منتخب مصر ومنتخب الكاميرون. بالنسبه بقى للتشكيل المتوقع والتشكيل اللي انا احب انه يلعب بيه كارلوس كروش امام الكاميرون ان شاء الله، فانا احب انه يلعب بيه محمد ابو جبل طبعا لو جاهز يا جماعه، محمد ابو جبل في حراسه المرمى، عمر كمال عبد الواحد باك يمين، وعبد المنعم والونش، وابو الفتوح باك شمال، والنني وقدامهم زيزو والسوليه. طيب جناح يمين محمد صلاح، وجناح شمال تريزيجيه، وراس حربة اتمنى انه يلعب بشريف. ده التشكيل اللي انا احب انه يلعب بيه كارلوس كروش امام منتخب الكاميرون ان شاء الله بكره. انتوا كمان اكتبوا لنا في التعليقات التشكيل اللي تحبوا انه يلعب بيه كارلوس كروش امام الكاميرون. نهايه بشكركم لحسن المتابعه، وان شاء الله منتخب مصر يفوز على منتخب الكاميرون، وباذن الله باذن الله باذن الله نصعد للنهائي. بشكركم لحسن المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.